ومع دخول الحرب يومها 65 تتركز أعنف المواجهات في نقطتين أساسيتين هما مخيم جبالية شمال القطاع وخان يونس جنوبه، حيث تؤكد مصادر إسرائيلية أن زعماء حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار يتحصنون فيه. ووفقا لكتائب القسام فإن المواجهات في جبالية وخان يونس تدور وجها لوجه ومن منزل إلى منزل. وقالت كتائب القسام إن مقاتليها خاضوا طيلة اليوم السبت معارك ضارية من مسافة صفر مع القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب مخيم جبالية. الجيش الإسرائيلي قال من جانبه إن المواجهات لا تتوقف على مدار الساعة، كما أعلن سابقا مقتل 5 من جنوده في معارك السبت ليصل إجمالي قتلاه إلى 100 جنديين منذ بدء الحرب البرية. قالت مصادر أمنية إسرائيلية أنه لن يكون هناك وقف للقتال في غزة قبل شهرين من الآن، مشيرة لإمكانية أن تكون هناك محاولات لعقد صفقات إضافية لإطلاق سراح الرهائن في الشهرين القادمين. وأضافت المصادر أن إسرائيل ستسمح خلال الشهرين المقبلين لبعض سكان غزة بالعودة إلى منازلهم بناء على طلب من الولايات المتحدة.